حزب الله لم يدخل في هذه الحرب كما كان هو واضحا من حديث ومن خطاب السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، ولكن في نفس الوقت كانت هنالك تأكيدات اليوم بأن حزب الله استخدم لأول مرة صواريخ بركان التي طبعا تحمل رؤوسا ثقيلة حربية لم تستخدمها ولم يستخدمها حزب الله اللبناني في السابق على العمق الإسرائيلي. يعني ما بين وبين، كيف ترى الخطاب والتصعيد نوعية الأسلحة التي يستخدمها؟ هناك أمران. في خطابه ذكر حسن نصر الله بأن هذه حربا فلسطينية وليست بحرب إقليمية، وهذا يشير إلى أنه يفهم تماما التحديات ليس فقط من جانب القوات الإسرائيلية ولكن كذلك القوات العسكرية الكبرى الولايات المتحدة والتي ستلعب دورها إذا هاجم في شمال إسرائيل. أعتقد بأنه كان هناك دوما فهم ما بين قوات الإسرائيلية وقوات حزب الله المقاتلة بأنه يمكن أن يكون هناك تبادل إطلاق الصواريخ عبر الحدود في المناطق العسكرية، ولكن حقيقة إذا بدأ حزب الله في أن يستخدم الصواريخ الأبعد مدى ضد المدنيين داخل إسرائيل فإن إسرائيل هنا سترد على نحو عنيف جدا، وهذا قد يجر بحاملات الطائرات الولايات المتحدة ومقاتليها إلى هذه الحرب كذلك. فإذا حزب الله ينبغي أن يكون حذرا في فهمه لعواقب مثل هذه الأعمال.